السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. سوف أقدم إليكم اليوم تفسير رؤيا زواج طليقي من امرأة أخرى في المنام، أن ترى المطلقة أن زوجها تزوج بامرأة أخرى، فتابع معنا. عندما ترى المرأة المطلقة في المنام طليقها يتزوج، يكون إشارة إلى مرورها بفترة من الهم والضيق، وقد يكون إشارة إلى العقل الباطن وتفكيره في الزواج والرغبة في العودة إليه. وعندما ترى المرأة هذا، قد يدل على ضرورة التهوين على نفسها والانشغال في فعل أمر ما يشغل ذهنها. وقد يدل رؤية زواج الطليق في المنام على الشعور بالظلم من الطلاق، وقد يشير إلى تدخل امرأة في حصول هذا الطلاق المذكور، وهو من المنامات الحرقة النفسية والتأثر بالمظلومية واستعادة الذكريات المرة، وليس فيه شيء. وإذا رأت المرأة المطلقة أن طليقها زعلان منها، فرؤيتها تدل على أن المشاكل التي بينهم تنتهي وتنتهي الخلافات كذلك. وإذا رأت المرأة المطلقة طليقها منزعج منها، فهذا يثبت أن رغبتها في الرجوع إليها وتحسين علاقتهم. ورؤية القبلة من الطليق تدل على السعادة وخسارة الهموم والأحزان. ورؤية المرأة المطلقة أن طليقها يقبلها أيضا علامة على العودة إلى حياة مستقرة دون أي عوائق. وإذا رأت المطلقة أنها كانت في السيارة مع زوجها السابق وكانت تريد العودة إليه، فهذا الحلم يبشرها بإذن الله أن كل شيء سيكون على ما يرام بينهم وسيأتي وتوافقين على العودة. وإلى هنا تنتهي حلقتنا، ونلقاكم في تفسير جديد، فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.